بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد. فشل زريع في بيراميدز والسوبر الأفريقي بين الزمالك والترجي في قطر، ونجم الأهلي يقترب من الدوري الكويتي، وتركي آل الشيخ يثير غضب جماهير الزمالك. استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف على إقامة مباراة السوبر الأفريقي بين الترجي والزمالك في قطر قبل نهاية العام الجاري، وكان نادي الزمالك قد أكد اعتراضه بشدة على إقامة مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي في قطر، إلا أن كاف مصمم حتى الآن على إقامتها بقطر نتيجة ارتباطه بعقد رسمي بشأن مباراة السوبر القاري، حيث أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وقع عقد مع إحدى الشركات القطرية بشأن استضافة مباراة السوبر الأفريقي لمدة 3 سنوات بداية من العام الماضي. وأكد مصدر داخل الكاف على أن قرار نقل المباراة من قطر يستلزم قرارا من المكتب التنفيذي لكاف فقط لا غير، خاصة وأن هناك عقد تم توقيعه بالفعل مع إحدى الشركات القطرية. ومن المقرر أن يعلن كاف موعد مباراة السوبر الأفريقي بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة وتأكد إقامته قبل نهاية العام الجاري، ويلعب الزمالك مباراة السوبر الأفريقي بصفته صاحب لقب الكونفدرالية الإفريقية. أما عن اقتراب نجم النادي الأهلي من الدوري الكويتي، فقد أفادت قناة تايم سبورت أن حسين السيد نجم النادي الأهلي تلقى عرضا من القادسية الكويتي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وأضافت أن إدارة النادي الأهلي وضعت شرط تجديد عقد حسين السيد قبل الموافقة على انتقاله للدوري الكويتي. ويعاني حسين السيد من عدم المشاركة مع النادي الأهلي في الدوري المصري، كما أنه لم ينضم أيضا لصفوف المنتخب الوطني. أما عن تعرض نادي بيراميدز للفشل الزريع، فقد أصبح أحمد حمودي نجم الأهلي السابق وبيراميدز الحالي مهددا بالغياب عن فريقه حتى نهاية الموسم الكروي الجاري. ويعاني أحمد حمودي بقوة خلال هذه الأيام داخل نادي بيراميدز نتيجة فشل الجهاز الإداري في قيده ضمن قائمة الفريق بعد أن تم ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وجاء فشل بيراميدز في قيد أحمد حمودي ضمن قائمة الفريق بسبب استبدال 5 لاعبين في الصيف الماضي، وهو العدد المحدد من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة. وفتح نادي بيراميدز تحقيقات موسعة في أزمة عدم قيد حمودي أدت للإطاحة بالمدير الإداري للفريق محمد عادل صديق وتعيين محمد صلاح المدير الإداري السابق لمنتخب مصر بدلا منه، حيث جاء قرار الإطاحة بالمدير الإداري بشكل نهائي، خاصة أن الخطأ تكرر من قبل بعدم قيد الأوغندي عبدو لومالا ومحمد عطوة في القائمة الإفريقية التي تخوض بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث تفاجأوا بوجود خطأ إداري أدى إلى عدم قيد اللاعبين في القائمة الإفريقية. وكان بيراميدز قد ضم أحمد حمودي في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية. وننتقل إلى تركي آل الشيخ والذي أثار غضب جمهور نادي الزمالك، حيث نشر المستشار تركي آل الشيخ منشورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أثار غضب جماهير نادي الزمالك. وكتب تركي آل الشيخ: نمت وحلمت حلم اللهم اجعله خير وعاوزكم تفسروه ليا، حلمت اني باكل بليلة من عربية اسمها الشحات وكان طعمها حلو قوي، صحيت من الحلم ظهري وجعني وحطيت لزقة، ان شاء الله خير. ويأتي ذلك التصريح تلميحا إلى تشميسة حسين الشحات لحمدي النجاز في مباراة كأس السوبر بين الأهلي والزمالك. في النهاية بشكركم مشاهدين ومتابعين، ولا تنسوا دعمنا بعمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.